بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا شك أن أولياء الشيطان أنه يظهر على أيديهم من الخوارق ما يغر الناس بهم حتى يظنوا أن هذه كرامات، وهي في الواقع خوارق شيطانية من أجل الفتنة. من ذلك مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل اليمامة، وتبعه قوم من أهل اليمامة، وكان يظهر على يديه خوارق شيطانية، ويأتيه الشيطان ببعض الأمور التي يظنها الناس أنها معجزات وأنه نبي من أجل الفتنة، فلا يغتر بهذه الأمور. والضابط في هذا أن من ظهر على يده خارق من خوارق العادات ينظر في عمله، فإن كان من عباد الله المؤمنين المتقين فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى، أما إن كان من أعداء الله من المكذبين ومن الكافرين والمنافقين فهذا خارق شيطاني، مهما بلغ من الغرابة فهو خارق شيطاني ولا يغتر بهذا. فمن أخذ هذه القاعدة وطبقها إنه يستريح من هذه الشبهات، لأن الله قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فكيف يصدق مع ذلك من يدعي النبوة؟ والنبوة لا تكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يصدق أنه ولي من أولياء الله وهو كافر ملحد لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل ولا يتجنب المحرمات، ويقال إن هذا ولي من أولياء الله. الدجال في آخر الزمان، المسيح الدجال، يأتي بخوارق، خوارق عظيمة فاتنة، وما هذا؟ هو الدجال كذاب، هو المسيح الدجال، ونهاية أمره أن الله يهلكه وينتهي أمره. فلا عبرة بالخوارق إذا لم تكن على يد مؤمن تقي، فلا عبرة بها، فإنها شيطانية. نعم. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد. وكان معه شياطين إذا قيد بالحديد يخرجون رجليه من القيد، فهذه ليست كرامة، إنما هذه خارق شيطاني لا يغتر بها. وغيره وغيره، ولا يزال الدجالون حتى يكون آخرهم الدجال، المسيح الدجال. نعم. وتمنع السلاح أن ينفذ فيه. والشياطين أيضا تكون سترا له دون أن يصل إليه السلاح، فهذا ليس
ليس بدليل على أنه ولي من أولياء الله، بل هذا من عمل الشياطين يعملون معه القمرة والشعوذة وغير ذلك. نعم. وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده. نعم، وهو شيطان. الرخامة ما تسبح، الرخامة ما تسبح لأنها جماد، لكن هذا شيطان يصوت بالتسبيح فيظن، يظن أنه الرخامة سبحت، كله تسجيل وكذب. نعم. وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء. وهي شياطين، وهي هذه الخيل والرجال يمشون بالهواء، شياطين، هذه شياطين تخدمه لتضل الناس به. نعم. وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا. وإنما كانوا من الجن، من شياطين الجن، وليسوا ملائكة. ملائكة ما تتنزل على الكذابين والدجالين، إنما تتنزل بأمر الله على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين إذا أمرها الله سبحانه وتعالى. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فهذا أفاك أثيم، فالذي يرى معه من هذه الأمور إنما هي شيطانية. نعم. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله. نعم، لأن اسم الله يطرد الشيطان، هو طعنه ولم يسمي، فجاء الشيطان وحال بينه وبين السلاح، فلما سمى الله هرب الشيطان فنفذ فيه السلاح. نعم. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي. نعم، وهذا أيضا من الفوارق بين خوارق الشياطين والكرامات، أن الكرامات تأتي مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن ومع الأعمال الصالحة، وأما الخوارق الشيطانية فإنها تذول وتذهب مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن، ويذهب الشياطين. نعم. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. ولما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. نعم، وأبو هريرة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ التمر، تمر الزكاة، كان مجموعا ليوزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يحرسه، فكان الشيطان يأتي ويحثو من التمر ويأخذ منه فيمسكه، ثم يتوب ويعد بأنه لن يعود، والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الشيطان، فصار يسأل أبا هريرة كل مرة. في النهاية لما أمسكه وأبى أن يطلقه حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنه لا مناص له فإنه ذكر لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي، فإنه إذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فدل على أن
قراءة القرآن لا سيما آية الكرسي تطرد الشيطان، فلو كانت كرامة ما أثر، لزادها القرآن. القرآن يزيد الكرامة ويقويها ويثبتها، أما كونها تزول هذا دليل على أنها ليست كرامة وإنما هي عمل شيطاني، فيهرب الشيطان ويبطل عمله إذا قرأت آية الكرسي. ومن ثم يستحب للمسلم إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي حتى يحفظه الله بها ويبعد عنه الشياطين. نعم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، دل على أن الكذوب قد يصدق بعض المرات ولكن لا يصدق، إذا صدق فلا يتخذ صدقه هذه المرة دليلا على صدقه في كل شيء فلا يغتر به. نعم. قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة أن الذي يأتيه في كل هذه الليالي هو الشيطان وليس إنسانا. نعم. ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. إذا قرأ آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية، عند الشعوذات، عند السحر، عند وسوسة الشياطين، فإنها تزول بإذن الله إذا قرأها بإخلاص. أما أنه يقرأ حروفها فقط بدون استحضار لمعانيها وبدون إخلاص فإنها قد لا تنفعه. نعم. مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليهم الشياطين أو فتنزل فتتنزل عليهم الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه. نعم. الإنسان إذا تعاطى الكفر بالله والشرك واستحلال المحرمات فإن الشياطين تساعده وتظهر على يده أشياء من المخاريق الشيطانية لأجل أن يغتر بنفسه ويغتر به غيره، وهذا من باب الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده. فيتظاهر أنه يدخل النار وهو بنفسه لا يدخلها، وإنما الشيطان يحمله، الشياطين تحمله، يتظاهر أنه يمشي على الماء، أنه يطير في الهواء، وهو لا يفعل هذا بنفسه، وإنما الشياطين هي التي تحمله لأنه أطاعهم فهم خدموه لأجل إضلاله وإضلال غيره. فلا يغتر بالأحوال الشيطانية مهما بلغت. والآن ظهر الدجل والسحر والشعوذة حتى في القنوات الخبيثة ظهر هذا الشيء، فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا وأن لا يغتروا به. نعم. وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه. نعم. لأن ما هو اللي الإنسان ما يعلم ما في القلوب، لكن الشيطان قد يطلع، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم يخالط الإنسان، ربما يطلع على شيء مما في نفسه أو في قلبه فيخبره، يقول أنت تفكر في كذا، أنت تقول كذا في قلبك، وما هم منه، هذا من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان. نعم. وربما تكلم بالسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع. ويتكلم الشيطان على لسان وليه بكلام قد لا يفهم وليس هو من كلام بني آدم، يدل هذا على أنه معه قرين، معه شيطان. نعم. وأيضا وربما تكلم بالسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع. وربما يتكلم بألسنة، تكلم بألسنة. وربما نعم. وربما تكلم بألسنة مختلفة. بألسنة مختلفة، أحيانا يتكلم إنجليزي وأحيانا يتكلم
باللغة الفارسية وأحيانا تكلم باللغة العربية. الإنسان يستطيع هذه الأمور وهو ما تعلم، إنسان ما تعلم، ما يقال أنهم تعلم من اللغات، هو ما تعلم عامي ويتكلم بألسنة مختلفة، هذا ما هم منه، هذا من الشيطان يتكلم على لسانه، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يصدق بهذا. وقال هذه كرامة أنه ما تعلم ومع هذا يتكلم بألسنة مختلفة، ما هو بهذا منه، هذا من الشيطان الذي لابسه وقارنه. نعم. وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع، كما أن الجني يتكلم على لسان المصروع اللي ما هو من أولياء الشيطان. المؤمن قد يصاب بالصرع، يصاب بالجنون وهو مؤمن، يتكلم الشيطان على لسانه بكلام ما كان المصروع يعرفه، ما كان يعرفه، يخبر بأشياء ما كان يعرفها، فهذا دليل على أن هذا ما هو منه، إنما هو من الشيطان الذي لابسه. نعم. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم، لا يدري بما يقوله الشيطان وما يقوله الجني. المجنون إذا أفاق وقالوا له إنك فعلت كذا أو قلت كذا، يقول أبداً ما فعلت شيء ولا قلت شيء، ما يدري. الذي قاله غيره، هو الشيطان. ربما يضرب المجنون المصروع، يضرب ولا يتأثر بالضرب ولا يحس به، لأن الضرب لا يقع عليه، إنما يقع على الشيطان الذي لابسه. نعم. بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثر في الإنس، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء. قد يضرب ضربا شديدا يؤثر، لو كان على بدنه لا تأثر أو تكسرت أعضاؤه، ومع هذا ما يحس به ولا يدري عنه، لأنه لم يقع عليه، إنما وقع على الشيطان الجني، على الجني الذي خالطه. نعم. وهذا شيء معروف. نعم. وذلك الضرب لا يؤثر في الإنس، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء، لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع. نعم، قد يأتيه بأطعمة وفواكه، يسرقها الجني من أمكنة، من الناس، يأخذها من بيوت الناس ومن بساتينهم ومن حوانيتهم، ويأتي بها لهذا الآدمي، فيظن أن هذه كرامة، وهي ليست كرامة، هذه خارق شيطاني. نعم، المؤمن ولي الله قد يحضر عنده فواكه كما سبق لنا، لكن لأنه مؤمن تقي، أما هذا فهو فاجر شقي، فما يكون عنده من الفواكه إنما هو من سرقة الشياطين التي تخدمه، فلا يلتبس هذا بهذا. ولذلك عنوان هذا الكتاب المبارك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما. هذا شيء معروف، أنهم يطيرون ببني آدم الذين يكفرون بالله ويشركون بالله ويطيعون الشياطين، أنها تطير بهم إلى الأمكنة التي يريدونها، لأن الشيطان عنده مقدرة على قطع المسافات السريعة وعلى الطيران في الهواء، عنده مقدرة، فهو يخدم هذا الإنسي الذي أطاعه في معصية الله ويذهب به إلى حيث يريد. وهذا معروف حتى عند العوام الآن، يعرفون اللي يطيرون واللي يعرفون أن هذا سحر وأنه من الجن وليس هو من الكرامات. نعم. ومنهم من يحمله عشية عرفة،
ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا. ومنهم من يحمله الجن إلى عرفة يوم عرفة ولا يحرم، إنما يذهب إلى عرفة من غير إحرام ثم يرجع به، فهو لم يحج، وإنما الجن يلعب به. كيف يحج من غير إحرام؟ تعدى الميقات بدون إحرام ولا يتجنب محظورات الإحرام، لأنه يريد مخالفة أمر الله، لأن الله أوجب على من يريد الحج أن يحرم من الميقات وأمره أن يتجنب محظورات الإحرام، فهو خالف أوامر الله، فلذلك خدمه الشيطان، فلا يغتر بهذا أبدا. نعم. ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار. هذه أعمال طاعة فيتركها متعمدا، فالشيطان يخدمه في ذلك إذا عصى الله وترك واجبات العمل الصالح وشروطه، فإن الشيطان يخدمه في ذلك ويحمله إلى ما يريد ويرجع به إلى مكانه، فلا يقال إن هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. نعم. ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج. نعم، ليس بحج، لأنه لم تتكامل شروطه وأركانه وواجباته، فهو عمل شيطاني وليس بحج. وإن كانوا يزعمون أنه حج وأنه يروح ويجي لأنه من أولياء الله، فهذا من أولياء الشيطان وهو لم يحج. نعم. ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني حجا شرعيا. نعم، هؤلاء واحد من الذين طار بهم الشيطان إلى عرفة، عشية عرفة، رأى الملائكة تكتب الحجاج فلم يكتبوه، سألهم لماذا لم يكتبوه؟ قالوا: أنت لم تحج فلا تكتبه الملائكة. الإنسي هذا، الإنسي رأى الملائكة تكتب الحجاج فقال: لما لا تكتبوني؟ قالوا: أنت لم تحج، لأنه كما سبق لم يحرم ولم يلبي ولم يأتي بأعمال الحج. نعم. وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. هذا هو الفارق الواضح، الإيمان والتقوى. فالذي عنده إيمان وتقوى ما يجري على يده من الخوارق فهو كرامة، والذي ليس عنده إيمان ولا تقوى ما يجري على يده من الخوارق فهو خارق شيطاني للغرور والاستدراج. نعم. منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فدل على أن الذين لا يؤمنون ولا يتقون أنهم ليسوا من أولياء الله، وإن جرى على أيديهم خوارق. نعم. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتجنب الفواحش ولا يتجنب الإثم ولا يتجنب الشرك ولا يتجنب القول على الله بغير علم، هذا ليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله. وإن جرى على يده خوارق فهي خوارق شيطانية وليست كرامات. نعم.
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. نعم، فلا تكون هذه الخوارق التي تجري على من لا يترك الفواحش والإثم ولا يترك البغي على الناس ولا يترك الشرك ولا يترك القول على الله بغير علم، ليست كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية يستدرج بها الشيطان هذا الإنسان وأتباعه. نعم. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، إذا كانت الخوارق لا تحصل بتلاوة القرآن والذكر والصلاة فإنها خوارق شيطانية. نعم. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، نعم، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. نعم، إذا كانت على عكس ما جاء في هذه الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر الآية، فهذا دليل على أنها ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، وأن من تجري على يده ليس من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. فيجب على الناس أن يعرفوا هذه الأمور عموماً، وعلى طلبة العلم خصوصاً أن يعرفوا هذه الأمور وينبهوا الناس عليها، لأنها أهلكت كثيراً من الناس، وتسلط أولياء الشيطان على عباد الله وغرروا بهم بسبب ما يظهر على أيديهم من خوارق الشيطان، فأضلوهم عن سبيل الله. فيجب العناية بهذا الأمر، أمر الولاية وبيان من هو ولي الله ومن هو ولي الشيطان، حتى لا يغتر بهؤلاء. هذا من أعظم الفقه في دين الله عز وجل. نعم. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. نعم، أيضا هذه الأحوال الشيطانية إنما تحضر عند المكاء والتصدية، والمكاء هو الصفير والتصدية التصفيق، وكانوا في الجاهلية يعملون هذا عند بيت الله العتيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هذه صلاتهم في الجاهلية عند بيت الله العتيق. من الذي أمرهم بهذا؟ أمرهم بهذا الشيطان. فإذا حصل مجلس فيه هذه الأباطيل فإن الشياطين تحضر هذا المجلس، فإذا زادت هذه الأمور وإن فعل معها الإنسان حملته الشياطين وأخرجته من المكان، وظنوا أن هذه كرامة حضرت له وهو شيطان مريد يريد أن يغويه ويغوي من يغتر به، هذه مجالس له ما تجر إلا الشر، بخلاف مجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس فإنها تحضرها الملائكة والسكينة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الفرق بين مجالس الخير ومجالس الشر، مجالس الخير تحضرها الملائكة ومجالس الشر تحضرها الشياطين، فرق بين هذا وهذا، مجالس أولياء الله ومجالس أعداء الله. نعم. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. ومن ذلك، والله أعلم، من ذلك ما يسمونه بالزار الآن، الزار يطربون ويصلون إلى حد يغشى عليهم فتحضرهم الشياطين، وربما أنها تجري على أيديهم خوارق شيطانية ويظنون أن هذا من كرامة الله، وهذا يحصل عند الصوفية
هذا الأمر، وما بيحصل عند المجان، المجان منحطين ولا لهم قيمة والناس يعرفونهم، لكن هذا يحصل عند الذين يدعون العبادة والزهد وهم الصوفية، ويغتر الناس بهم أكثر. نعم. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. فإذا حضر رجل من أولياء الله فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير الشيطان يحمل هذا الذي تفانى مع المكى والتصدية، فإذا جاء ولي من أولياء الله انطرد الشيطان فسقط هذا الشخص المحمول في الهواء، لأن الذي يحمله هرب فيسقط. هذا دليل على بطلان الأحوال الشيطانية عند حضور أولياء الله وعند حضور ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا من الفوارق بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية. نعم. ومن هؤلاء من يستغيث. نعم. ربما. نعم. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى. يسقط من الهوى. نعم. فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث. هذا سبق في التوسل والوسيلة، وهنا أيضا، أن من استغاث بميت أو استغاث بمخلوق غائب فإن الشيطان يتمثل به ويأتي ويجيب من استغاث به ويحضر له ما يريد لأجل الفتنة ولأجل الاستدراج. والسبب في هذا هو الشرك، لأن الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالغائب شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. والشرك لا شك أنه يرضي الشيطان، فيخدم هذا المشرك ويأتيه بصورة الإنسان الذي يدعوه ويناديه، يتشكل بشكله ويقضي حوائجه، ويظن هذا المسكين أن هذا هو الولي الذي استنجد به أو استغاث به، وأن الميت حضر أو أن الغائب حضر، فهذا كله من الغرور. نعم. ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته. نعم، ما يقول هذا الشيطان على صورته، يغر يقول هذا ملك على صورة هذا الإنسان. الملك ما يحضر عند مجالس السوء ومجالس الشر، ما تحضرها، إنما تحضرها الشياطين. ملائكة إنما تحضر مجالس الخير، مجالس القرآن والذكر. نعم. وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. هذا سبق. نعم، أن الشياطين تدخل الأصنام، الأحجار والأشجار والقبور حتى التي تدعى من دون الله، تدخلها الشياطين ثم تتمثل بصورة هذا المعبود الذي يعبدونه، ويقضي حوائجهم، لأن يحضر لهم الأشياء، يسرقها من مكان بعيد من أموال الناس ويحضرها لهم، فيظنون أن هذا ولي من أولياء الله وأن هذا ملك جاء، إلى آخر ما يغرون به الناس. نعم. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر. نعم، الخضر هذا هو العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علما، والذي ذهب موسى عليه السلام للقائه والتعلم منه، وهو ميت، لكن منهم من يدعي أنه حي وأنه يدور في الدنيا، فيقول أنا الخضر، يجي الشيطان يقول أنا الخضر، مع أن الخضر ميت من زمان، من عهد موسى، ما هو موجود. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. الخضر وغيره هم يزعمون أنه ما مات الخضر، وأنه حي، وأنه يدور في الدنيا ويحضر عند ذكره، من ذكره حضر عنده، هذا كله من الباطل. فإن حضر شيء وتصور شيء فإنه شيطان، ليس هو الخضر. نعم. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، ربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه لأجل أن يخدعه ويغره ويغر غيره أذى ممن يدعي أن هذا ولي من أولياء الله. نعم. وإلى قيل له شدراك إنه ولي، قال هذه جرت على يده كرامة، والكرامة لا تجري إلا على يد ولي، فيقال ليست هذه كرامة، هذه من خوارق الشيطان. نعم. كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب، ويحصل هذا الآن يحصل بكثرة. نعم. وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويظنون أنه هو الميت. الميت لا يأتي أبدا، من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبدا، غادر الدنيا مغادرة نهائية ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا. ولهذا الله جل وعلا إذا طلب الكفار أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فإن الله جل وعلا يقنطهم من هذا ويأسهم من هذا أنه لن يحصل أبدا ولا يرجعون إلى الدنيا. نعم. لن يرد الله الميت إلى الدنيا أبدا، إنما قد يحصل هذا معجزة لبعض الأنبياء، هذا معجزة، ما هو من باب إن الميت يرجع دائما وأبدا، إنما قد يحصل هذا معجزة لأجل غرض من الأغراض، مثل قصة القتيل من بني إسرائيل، وقصة الذين خرجوا من ديارهم، ومثل قصة القرية التي مر عليها الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فالله قد يحيي الأموات في هذه الدنيا لإقامة حجة وإقامة برهان، معجزة لنبي من الأنبياء. نعم. يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل على زوجته ويذهب، ربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند. نعم. فيه أمة من الأمم أو جنس من البشر مثل ما هو في الهند يحرقون ميتهم، فيأتي بعد الإحراق في أبهى صورة وأحسن صورة ويقول أنا أبشركم أني بخير وأني في الجنة، وهو شيطان لأجل يغريهم يحرقون أمواتهم. ومنهم من يحرق الحي، يجملون شخص من الشبان بأجمل صورة ثم يوقدون النار ثم يلقونه فيها كما يزف العروس، ثم بعد مدة يسيرة يأتيهم مسرورا وفي أبهى صورة وأحسن حلة ويقول لقيت الخير. وهذا من الشيطان، الشيطان تصور بصورته وله ما يجي أبدا، لكن الشيطان يتصور بصورته من أجل أن يغريهم في إحراق شبابهم وإحراق، هذا اللي يريده الشيطان دائما وأبدا مع بني آدم. نعم. وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه إلى الآن كفار الهند يعملون هذا، يحرقون أمواتهم. نعم. كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته، أنه رجع إلى الدنيا وحيا وعادت فيه الروح وعاد إلى الدنيا، وهذا كله من الشيطان، الشيطان جاء على صورته وظنوه أنه حيا. نعم. ومن هؤلاء شيخ بمصر أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله، أي غسل الميت، غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت وقال له
إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. نعم، الميت أغواه بأنه ما ترك الناس يغسلونه كالحال مع الأموات، فالميت قبل أن يموت أجابه وأوصى خادمه أن لا يغسله أحد طاعة للشيطان. فلما مات جاء شخص وغسله، ويظنون بصورة الميت، جاءه شخص بصورة الميت ويظن أن الميت غسل نفسه، وهو في الحقيقة الشيطان لأجل أن يغرهم، فهو غر الميت وغر الأحياء. هذا الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الحذر الحذر. ومع شياطين الإنس، شياطين الجن، شياطين الإنس التي تروج هذه الأفكار الخبيثة وهذه الترهات والأباطيل. نعم. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإذا كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. نعم، منهم من يرى عرشا يعني سريرا، عرشا يعني سريرا بين السماء والأرض، ويرى عليه نور وهو الشيطان، تصور له وأمره بأشياء، فالمؤمن يكذبه فيزول ويطير يذهب، أما غير المؤمن فإنه يغتر به ويطيعه. نعم. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة. يذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله بينما هو يمشي إذا أظله شيء فوقه فرفع رأسه فرأى عرشا عليه شخص، قال له يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك، فقال كذبت إنما أنت شيطان، لأنه لا ينزل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم، فدحره وأبطل كيده. لكن هذا لأهل العلم والإيمان، أما العوام وأما الجهال وأما ضعاف الإيمان ربما يغترون بهذا الشيء. نعم. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين. نعم، يتصورون لبعض الناس في اليقظة ويدعون أنهم رسل أو أنهم أنبياء أو أنهم من الصالحين الأموات حضروا. نعم. وقد جرى هذا لغير واحد. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر، إما الصديق رضي الله عنه أو غيره، قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح على رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر. يأتي الشيطان لهذا النائم فيحلق شعره، يحلق رأسه ويلبس طاقية، فيصبح عليه طاقية ومحلوق الرأس، فيظن الناس أن هذا ملك عمل به كذا، وهو شيطان ليس ملكا. نعم. وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. نعم. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة. نعم، هذه تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، أما الذي تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يغتر بهذه الأمور. انظروا ماذا قال عبد القادر رحمه الله، قال إنه لا ينزل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم، اليوم أكملت لكم دينكم. فبركة العلم حمته من هذا الشيطان. نعم. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات. والجن الذين يقترن بهم من جنسهم وهم على مذهبهم. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليك. في الدرس الماضي سأل أحد الإخوان عن كلام شيخ الإسلام الذي يطلب الدعاء من الميت، أن الشيخ في موضع قال أنه بدعة وفي موضع قال أنه شرك، ولا تنافي بين القولين، لأن البدعة تكون شركا، فهو بدعة من حيث أنه لا دليل عليه، وشرك من حيث أنه استغاث بالميت وطلب منه الدعاء، فهو بدعة وهو شرك أيضا، لا تنافي بين
كلام الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشيطان يمكن أن يمسك على صورته التي خلقه الله عليها، أم أنه لا يمسك حتى يتمثل على صورة غيره؟ الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إن الشياطين تهرب من ذكر الله، فكيف تسبح حيث إن الحارث الدمشقي مسح الرخامة وهي تسبح من ذكر الله؟ جني، هذا جني، الذي سبح هو جني من الجن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: صدقك وهو كذوب، بعض الناس يقول إن فيه دليل على أنه يجوز أن ندرس أو أن نأخذ العلم أو الحق ولو عند الكفار أو عند المبتدعين، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو بصحيح، هذا ما هو بصحيح. هذه حال جرت لأبي هريرة رضي الله عنه من أجل أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فضل هذه الآية، يعلمهم فضل هذه الآية، وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحصل هذا. فنحن لا نتعلم على المنحرفين وعلى أهل الضلال وعلى المبتدعة، وإنما نتعلم على العلماء الراسخين المستقيمين، وهم موجودون ولله الحمد، ولسنا بحاجة إلى أن نتعلم على هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلدي يوجد شخص وهو مسلم في أصله، لكنه يقول أنا ولي الله، ويقول أنا أعرف الغيب. هذا كذاب، هذا كذاب، ليس ولي الله. اللي يدعي علم الغيب كافر، فهو من أولياء الشيطان. اللي يدعي علم الغيب كافر، وهو من أولياء الشيطان وليس وليا لله. نعم. يقول: سلمك الله، في تتمة سؤاله: هل نقول هو كافر مباشرة من دون عذر؟ لا، نقول كافر، نقول كافر، وما هو العذر؟ يقول أعرف الغيب ونقول له عذر، ما له عذر هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التجرؤ على العلماء والمشايخ والوقوع في غيبتهم والتشفي بذلك يعتبر من خطوات الشيطان، وهل غيبتهم أعظم من غيبة غيرهم؟ يا أخوان، فيه تفصيل، يعني بيان الأخطاء التي تقع من بعض طلبة العلم ومن العلماء، هذا ليس فيه تجريحا لهم وليس فيه تنقصا لهم، وإنما هو نصيحة، من باب النصيحة لهم ولغيرهم. ما نترك الخطأ يروج على الناس ويقال هذا قول فلان، هذا من حقه علينا أننا نناصحه ولا نخليه يتمادى خطأه على الناس، ننبهه، ربما يكون غافلا عن هذا، ربما يكون مخطئا في هذا، فهذا لا يعتبر من الغيبة. رد الخطأ وبيانه لا يعتبر من الغيبة. أما التشهي في الناس وذمهم لأجل تنقصهم ولأجل تبغيضهم إلى الناس، هذا هو الغيبة، هذا هو الغيبة. ففي فرق بين بيان الخطأ وبين الغيبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل آية الكرسي تعتبر من أذكار الصباح والمساء؟ عند النوم، الذي ورد أنها عند النوم. نعم، ورد أنها بعد صلاة الفجر، بل جميع الصلوات ورد أنه تقرأ آية الكرسي بعد جميع الصلوات، وتقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، هذا ورد. وورد أن من قرأها بعد الفجر لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، ففيه فضيلة قراءتها بعد الفرائض، ولا سيما بعد الفجر وبعد المغرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا وعند السائل النوم، تقرأ بعد الفجر وبعد المغرب وعند النوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الشياطين مردة الجن، الشياطين من الجن وهم مردتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المصروع يرفع عنه القلم؟
إذا زال فكره، إذا زال عقله يرفع عنه القلم حتى يعود إليه عقله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو تكلم الجني على لسان المصروع وقال لأهل المصروع: يوجد سحركم في مكان كذا، فهل يصدق بذلك؟ لا يصدق بذلك، لا يصدق خبر الشيطان، ما يصدق. نعم. وإذا صدقوه بذلك فهل عليهم شيء؟ نعم، لا يجوز لهم أن يصدقوه، لأنه خبر شيطان كذاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة على صورتهم سواء في النوم أو في اليقظة؟ هذا شيء لم يحصل إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته، أما الناس فلا يستطيعون رؤية الملك على صورته إلا إذا حضر العذاب والعياذ بالله، أو حضر الموت، فإنه يراهم على صورته. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فما يراهم على صورتهم عند نهاية أجله، عندما يأتون لقبض روحه، ويراهم أيضا يراهم عند قبض روحه، ويرونهم عند نزول العذاب إذا جاءوا لهلاك الأمم يرونهم، أو عند قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يرى الشيطان على صورته الحقيقية؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن يرقي من به مس أن يضرب الجني لكي يخرج، سواء بعد الرقية أو أثناءها؟ إذا تحقق أن فيه مسا من الجن ولم يخرج فله أن يضربه، لكن لازم يكون هذا على يد إنسان حاذق وعارف بأحوال الجن وأحوال المصروعين، هم كل واحد يجيب له عصا ويضرب المسكين هذا، ربما أنه ما فيه جن، ربما أنه ما فيه جن، مريض، هم كل مريض يصير فيه جن، تجيب لك خشبة وتضربه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد كثر في هذا الزمان من ينكر أن يتلبس الجني بالإنسي، فما هو الرد عليهم؟ هذا مذهب المعتزلة. نعم، مذهب المعتزلة ينكرون مس، ينكرون دخول الجن في الإنس، وهذا عقلي، بانين على عقل، على عقلياتهم، ما بنوا على أدلة شرعية، وهذه طبيعة المعتزلة ومن اقتدى بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أن كتب الفلاسفة قد تمت الترجمة لها في زمن عبد الملك بن مروان؟ لا لا، حاشا وكلا، هذا حصل في عهد المأمون، في عهد المأمون العباسي، ما وقع هذا في دولة الأمويين، إنما وقع هذا في دولة العباسيين على عهد المأمون، بسبب المعتزلة الذين عنده، ابن أبي دؤاد والمريسي، جلساء المأمون، هم الذين حملوه على ترجمة القرآن وعلى ترجمة الكتب الرومية، وحملوه على القول بخلق القرآن، أضلوه والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع في كتاب الفرقان لشيخ الإسلام وفي غيره من كتب العلماء لفظ المكاشفة، فما هي المكاشفة؟ الاطلاع على شيء غايب. المكاشفة الاطلاع على شيء غايب، إما عن طريق الملائكة وإما عن طريق الشياطين. نعم. إن كان من أولياء الله ربما أنه يحصل عن طريق الملائكة له معرفة شيء غايب، وإن كان من أولياء الشيطان يحصل له من الشياطين إطلاعه على شيء غايب. نعم. هذا السائل يقول: وما الفرق بين المكاشفة وبين الفراسة؟ الفراسة توقع الشيء وتفرس الشيء بعلامات، بعلامات يراها المتفرس، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتفرسين، ففيه علامات مثل القافة، الذين يعرفون الشبه ويعرفون الأنساب تفرسون فيها، ومثل الذين يستدلون بالتربة على وجود الماء
في الأرض أو عدم وجوده، هذه كلها فراسة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم المكاء والتصدية من أجل التشجيع وغيره؟ لا يجوز هذا، هذا فعل المشركين، هذا فعل المشركين، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار والمشركين. وأيضا التصفيق فيه تشبه بالنساء، لأن التصفيق إنما هو للنساء، والرجل لا يتشبه بالمرأة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في منطقتنا في بعض مناسبات الزواج التي يكون فيها الرقص، يأتي بعض من يأتيه الزار ثم يضع الجمرة في فمه حتى يبرد، ومنهم من يمشي بسرعة. هذا الشيطان ما وضع جمرا في فمه، هذا كذب، إنما الشيطان يصور هذه الأمور ويظهرها كأنها حقيقة، وهي قمرة، وهي قمرة وسحر تخيلي على يد الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق؟ الولاية المحبة، يعني المحبة، الولا والبراء، ما يكون الولا يوم القيامة إلا لله ولعباده المؤمنين، كما قال تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون تبقى مودتهم في الآخرة، مودتهم التي ماتوا عليها تبقى بينهم في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، فتبقى المودة في الله، تبقى في الدنيا والآخرة. أما المودة لغير الله فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل واحد يشمت بالآخر، يقول: أنت السبب، أنت الذي أهلكتني، أنت الذي أغويتني. هم يتشامتون بينهم ويتلعنون والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل عبد القادر الجيلاني الذي أوردتم قصته هو الذي يعبد في هذه الأزمان؟ نعم نعم، هو كذبوا عليه، هو ولي من أولياء الله، وهو من كبار الحنابلة، من كبار الحنابلة، وله مؤلف في الفقه، وهو عابد من العباد، وهم كذبوا عليه ولبسوا عليه هذه الأمور وبنوا على قبره بنيه، وكذبوا عليه طريقة القادرية، هذه كذب عليه رحمه الله، وبريء منها طريقة القادرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال شيخ الإسلام: ولا يحرم إذا حاد الميقات في من تحمله الجن، هل يؤخذ من هذه العبارة أن شيخ الإسلام يرى أن من كان في السماء فإنه يحرم إذا حاد الميقات كما هو الآن على متن الطائرات؟ نعم، هذا هو المفتى به الآن، أنك إذا حاذيت الميقات لأنك مار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن. أتيت سواء تمشي ولا راكب وإلا في الجو، فتحرم من حذائها. لكن اللي حامله الشيطان هذا ما هو بطاعة الله، بطاعة الشيطان، والشيطان يقول له: لا تحرم، ما عليك إحرام، أنت ولي من أولياء الله، ما عليك إحرام ولا عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى الآن وانتشر في الأوساط ما يسمى بالبرمجة العصبية؟ أنا لا أعرفها، ولكن حسب ما سمعت أنها نوع من الباطل، ونوع من ادعاء شيء من علم الغيب ومن أحوال الناس، فهي باطلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذه المقالة: إن الرسل والأنبياء عليهم السلام لا يعرفون إلا بمعجزاتهم؟ لفظ المعجزات هذا ما اصطلاح، لكن الذي ورد في القرآن وفي السنة البينات، البينات بالبينات والزبر، البينات هي المعجزات، والزبر هي الكتب الإلهية. الله أرسل الرسل بالبينات وهي الدلالات على رسالتهم، وأرسلهم بالكتب
من عند الله سبحانه وتعالى، تسمى الآيات، تسمى البينات، تسمى البراهين، البرهان. أما المعجزات هذا لفظ اصطلح عليه أخيرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع ونقرأ أن الولي يستطيع أن يخلق ولدا ويحيي ويميت. نعم، ما يستغرب عليهم أنهم يصلون إلى هذه الدرجة، وأن من يدعون أنه ولي أنه يخلق، هل يصدق هذا؟ هذا ولا عند المجانين. الخلق لله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم؟ أروني ماذا خلقوا من السماوات، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ ما خلقوا شيء ولا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فاللي يصدق هذا كافر والعياذ بالله. اللي يصدق أن الولي يخلق الجنين هذا كافر، كافر بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كانت الملائكة عليهم السلام لا تحضر مجالس الشر ومجالس الشرك، فكيف برقيب وعتيد؟ هؤلاء خاصين موكلين بهذه الأمور لأجل كتابتها، لأجل كتابتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الأحوال الشيطانية والسحر التخيلي، هل يمكن أن تصور أفعالهم بأنواع التصاوير بالكاميرات وغيرها؟ ما أدري والله، أنا ما أدري عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام من قرأ آية الكرسي بصدق؟ بإيمان، يعني صدق يعني بإيمان وحضور قلب. أما من يقرأ حروفها ولا يستحضر معناها ولا هذا، لا تنفعه حروفها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر شيخ الإسلام بعض كرامات الأولياء غير الأنبياء، أن منهم من حي بعد موته ورجع للدنيا، فهل يخالف هذا القاعدة أن الميت لا يرجع للدنيا إلا في معجزات الأنبياء؟ خالف إيش؟ قاعدة أن الميت. وين ذكر شيخ الإسلام هذا فيه؟ وقفونا عليه نقرأه ونشوف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم بقراءة كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم لأجل أن يتتبع كرامات الأولياء فيها؟ هذه كرامات الحلية لأبي نعيم كتاب جيد في جملته، لكن فيه بعض الأخطاء، لكن هو في جملته كتاب جيد. ولابن الجوزي كتاب أحسن منه اسمها صفة الصفوة، واختصره في صفوة الصفوة لابن الجوزي، يغني عنه لأنه تجنب هذه الأشياء وجاب الأشياء الصحيحة، ومطبوع كتاب ابن الجوزي صفة الصفوة مطبوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك كتاب اسمه من عاش عقب الممات لابن أبي الدنيا، فما رأيكم في هذا الكتاب؟ نعم، هو سمعتم في القرآن الناس أنهم عاشوا وحيوا بعد الموت، مثل قصة بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ومثل قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ومثل فيها وقائع، ومثل قصة صاحب البقرة، ومثل وقائع حصل فيها أن الله أحيا الموتى، ومثل المسيح عليه السلام من معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله. هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، ما هو بأمر المخلوق أو بقدرة المخلوق، إنما هذا بأمر الله. والكرامات ليست من فعل المخلوق، وإنما هي من فعل الله يجريها على أيديهم فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث: سيكون في أمتي دجالون كذابون قريب من الثلاثين كلهم يزعم؟ قريب من سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، هذا في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. ويقول في سؤاله: هل العدد محصور في هؤلاء أم أنهم أكثر؟ لا، ما هم محصور، لكن يكون منهم ثلاثين، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس محصورا في هذا العدد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك في بعض الجماعات الإغراق في مسألة الكرامات،
فإذا أنكرنا عليهم ذلك قالوا هل تنكر الكرامات مثل المعتزلة؟ فكيف نرد على هذه الشبهة علما بأنهم يستخدمونها في وسائل الدعوة؟ عندكم ضابط لهذا، وهو أن الخارق للعادة إذا جرى على يد مؤمن تقي فهو كرامة، وإن جرى على يد كافر شقي فهو خارق شيطاني. هذه قاعدة، فليس كل خارق يكون كرامة. وأيضا لا بد تثبت، ما يصير سواليف وحكايات وصار كذا وصار كذا، لازم من ثبوت هذه الأشياء. ولا داعي لاستعمالها في الدعوة والمواعظ، لا داعي إلى هذا، لأن هذا يشوش على الناس ويشكك الناس أحيانا. وعلي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل من الأحوال الشيطانية ما يدعيه المحتفلون بالإسراء والمعراج أو بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم يحضر النبي معنا فيرون نورا أو يسمعون صوتا؟ هذا كذب، هذا كذب، وهم يريدون شهواتهم فيقيمون هذا الحفل لأجل شهواتهم من الأكل والشرب والطرب وغير ذلك، فهم يستهزون هذه الأمور باسم المولد، وهو بدعة من أصله، كله بدعة وشر، لكنهم يستعملونه للأكل والشهوات وللطرب وللرقص والأناشيد وغير ذلك من شهواتهم. يقولون هذا فرح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. النور اللي يرونه ما هو من الشياطين يا شيخ؟ نعم، النور اللي يرونه حاضرا معه هذا تدجيل، هذا تدجيل، كله تدجيل وكذب. الرسول ما يحضر البدع، والرسول من يثبت انه الرسول جاء؟ من يثبت هذا؟ وايضا لو ثبت الرسول ما يحضر البدع والشركيات والضلالات، هذا إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يحضرها؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل لو كان حيا عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة ما جاء يحضر هذه الأباطيل إلا إن كان يأتي لينكرها وينهى عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل الرمي بالشهب يكون لمسترق السمع فقط أم يشمل من تحته إلى الكاهن؟ للشياطين، رجوما للشياطين، الله قال رجوما للشياطين ولم يذكر أنه رجوم لغير الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول بعض من يقومون بأنواع الألعاب الخارقة للعادة مثل أكل الجمر وغيرها يلبسون على الناس فيقولون اقرأوا القرآن على أفعالنا، ويقولون قد قرأها قبلكم بعض أعضاء الهيئة حتى استمر عملنا، فما هو الرد عليهم؟ هذا إن صح أنهم يقرأ القرآن ولا تبطل فهي من باب الشعوذة التي والقمرة، يستعملون القمرة، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وهم يستعملون القمرة على العيون، يغطون على العيون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فهي لا تخلو، إما أن تكون من عمل الشيطان وإما أن تكون من القمرة والسحر التخييلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل الشيطان يتمثل لمن يتوسل بالأموات والغائبين حقيقة أم يأتيهم في المنامات؟ تمثل لهم حقيقة، يرونه في اليقظة، يرونه يخاطبهم، يجيب لهم تمر ويجيب لهم فواكه ليغريهم وليغرهم والعياذ بالله، يأتيهم في اليقظة وفي النوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول لقد سمعت أن الفجار من المسلمين قد تحصل لهم كرامات في الجهاد في سبيل الله فقط، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو بصحيح، إنما تحصل الكرامات للمؤمنين الأتقياء لا للفجار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول نسمع من بعض الطلبة من يدعي أنه من أولياء الله أو يقول إن فلانا من أولياء الله ويقول ذلك مازحا، فما حكم ذلك؟ كل مؤمن تقي فهو من أولياء الله، لكن الولاية تختلف، بعضها أقوى من بعض، كل مؤمن ولو كان عنده معاصي وعنده فسوق
ما دام أنه لم يخرج من الدين فعنده ولاية لله، لكنها ناقصة مثل نقص إيمانه، تزيد مع الإيمان وتنقص مع الإيمان. نعم.